السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة اليوم سنتحدث عن المعادلات أو ليزيكواسيون للسنة الثانية ثانوي إعدادي. سبق لكم أن رأيتم في السنة الماضية درس المعادلات. في هذه السنة سوف نذكر بما مضى وسبق رؤيته، ثم ننتقل إلى مفاهيم جديدة لم تتطرق إليها السنة الماضية. إذن نبدأ بالتذكير. تعريف المعادلات: المعادلة Alors, une équation c'est une expression dans laquelle il y a toujours un signe égal et une inconnue. إذن المعادلة هي عبارة كيكون فيها دائما واحد الإشارة ديال التساوي وكيكون فيها واحد المجهول. إذا خدينا مثال 7x ناقص 2 تساوي 6 زائد 5x، هذه كتسمى لنا معادلة. C'est une équation du premier degré à une inconnue appelée x. سميناها une équation du premier degré car on a ici x puissance 1. ما كاينش عندنا شي x اخر الدرجه ديالو مثلا 2 او اكثر، عندنا x الاس ديالو هو 1، اذا كتسمى لنا معادله من الدرجه الاولى. اذا كان عندنا x اس 2 غادي يتسمى لنا من الدرجه الثانيه، x اس 3 من الدرجه 3، وهكذا. الجزء الثاني في التعريف كيقول لي ا اون انكونو ابل اكس. كيسك سا فو دير؟ كتعني بان فيها فقط مجهول واحد، وهذا المجهول شكون هو؟ هو اكس. واخا كيتعاود جوج المرات راه دائما هو نفس المجهول كما شفنا في الحساب الحرفي في الدرس السابق. اذا بغات تكون من مجهولين او اكثر خصنا نلقاو اكس وايغريك وغيرهما. هذه المعادلة هذه كتكون من طرفين دو مومبر، او واحد باللون الاحمر واحد باللون الازرق، عاد كاين وسط منهم تساوي. اذا الطرف اللي على اليمين هو لو بروميي مومبر دو ليكواسيون، هذا هو الطرف الاول ديال المعادلة ديالنا. دوزيام مومبر دو ليكواسيون هو اللي كاين في الطرف اليسار. Résoudre une équation d'inconnue x signifie déterminer la valeur de x qui rend l'équation vraie. إذا حل المعادلة اللي عندها واحد المجهول x يعني تحديد قيمة x qui rend l'équation vraie، اللي كيرد لنا هذه المتساوية صحيحة، بمعنى أنني نلقى هنا واحد العدد كيساوي نفس العدد في الطرف الآخر. مثلا تعوضنا هنا x باثنان غادي نلقاو 7 × 2 تساوي 14 ناقص 2 هي 12، وهنايا 5 × 2 هي 10 زائد 6 هي 18. هل 18 تساوي 12؟ لا. إذا هاد العدد 2 ليس بحل هذه المعادلة. لماذا؟ لأن كيولي عندي هاد الطرفين غير متساويين. ناخذ المثال التالي. Le nombre 4 est une solution de l'équation 7x moins 2 est égal 6 plus 5x. إذن 4 هو حل لهذه المعادلة، وكما سبق لنا أن رأينا في درس الحساب الحرفي وكالكيول لاتيرال، إذا بغينا نتأكد بأن هذا العدد واش حل ولا ماشي حل، خصنا نعوض x بالقيمة ديالها، وأيضا هنايا x غادي نعوضها بالقيمة ديالها. وبما أنه عندي هنايا طرفين 2، غادي نعوض في كل طرف على حدة ونتأكد واش فعلا متساويين الطرفين أو لا. إذا عندنا هنايا في المثال الأول 7 × 4 ناقص 2 تساوي 26. إذا عوضنا إكس بأربعة غادي نلقاو في النتيجة النهائية 26. في الطرف الثاني بنفس الطريقة 6 × 5 × 4 تساوي 6 زائد 20، لأن عندي الأسبقية للضرب تساوي 26.
إذا الطرفين بجوج بهم متساويين، في الطرف الأول غادي نلقى هنا 26، في الطرف الثاني حتى هنايا غادي نلقى 26، وبالتالي 4 هو حل لهذه المعادلة لأنه كيحقق لنا المتساوية. نشوفوا مثال آخر. Maintenant, le nombre 3 n'est pas une solution de l'équation. Pourquoi? غادي نستعملو بنفس الطريقة دائما التعويض. في الطرف الأول غادي نحصلو على العدد 19 بعدما نعوضو x بالقيمة ديالو اللي هي 3. في الطرف الثاني غادي نحصلو على 21 بعدما نعوضو x ب3. إذن هل 19 تساوي 21؟ لا. إذن العدد 3 ليس بحل لهذه المعادلة. ننتقل الآن بعض التقنيات التي تساعدنا على حل المعادلات. تكنيك دو ريزوليسيون دون إيكواسيون. نبداو بلا بروبريتي 1، سي لا ريغل داديسيون أو بيان دو سوستراكسيون. كيسكو سا فو دير؟ أون بو أجوتي أو بيان روترونشي أن ميم نومبر أو دو مومبر دون إيكواسيون. يمكننا نضيف أو ننقص نفس العدد من الطرفي ديال المعادلة ديالنا. Soit A, B, K, trois nombres ou expressions nulles. ليكون مثلا A و B و K ثلاثة ديال الأعداد أو عبارات غير منعدمة. إذا عندنا الخاصيتين التاليتين. Si A est égal B, alors A plus K est égal B plus K. إذا عندنا هاد المتساوية A تساوي B، مثلا عندنا 2 تساوي 1 زائد 1. هادي متساوية لأن 1 زائد 1 كتساوي 2. إذا إذا ضفنا لهم نفس العدد غادي نضيفو مثلا 3 هنا ونضيفو 3 هنا. إذا 2 زائد 3 تساوي 5. 1 زائد 1 زائد 3 تساوي 5. إذا كتبقى لنا المتساوية صحيحة ملي كنضيفو لها نفس العدد الطرفين معا. إذا A زائد K كتبقى لنا دائما تساوي B زائد K. بنفس الطريقة عملية الطرح. إذا عندي المتساوية A زائد تساوي ب، إذن A ناقص K تساوي B ناقص K، كتبقى لنا دائما صحيحة. إذن غادي نشوفو في الأمثلة بشكل واضح كي كنديرو بيها. Cette propriété permet de résoudre les équations de type X زائد A تساوي B. إذن عندنا أنواع من لي زيكواسيون. غادي نبداو بهذا النوع الأول وهو البسيط جدا. X زائد A تساوي B. إذا في المثال الأول غادي نحاول نحل المعادلة التالية x زائد 6 تساوي 11. إذا قلنا في البروبريتي إما غادي نزيدو أو لا غادي نقصو نفس العدد من طرفين متساوية. إذا خصنا نعرف فوقاش غادي نزيد فوقاش غادي نقص. إذا أولا وقبل كل شيء غادي نلاحظو هنا عندنا طرفين كما قلنا سميناهم قبيلة الطرف الأول ثم الطرف الثاني. إذا غادي نعتبر الطرف الأول هو المنزل الخاص بX، والطرف الثاني هو المنزل الخاص بالأعداد النسبية. إذن هنايا في هذا الطرف خصنا نتخلصوا من جميع الأعداد اللي فيها اللي ما فيهاش إكس. إذن عندنا هنايا إكس خصو يبقى في المنزل ديالو، وعندنا هنا زائد 6 خصو ينتقل للطرف الآخر اللي هو المنزل ديالو، كل واحد يرجع للمكان ديالو. إذن نرجعو لابروبريتي، قالت لنا نزيدو ولا نقصو. الطريقة السهلة بما أننا حددنا أن زائد 6 هو العدد اللي خصنا نتخلصو منه باش نجيبو للطرف الثاني عفوا، قلت بما أننا حددنا أن هنا زائد 6 خصو يرجع للبيت ديالو ولا المكان الخاص به اللي هو الطرف الثاني. إذا خصنا نتخلص من زائد 6 هنا. كي كندير نتخلص من العدد هو أنني نضيف ليه المقابل ديالو. شنو هو المقابل ديال زائد 6؟ هو ناقص 6. إذا العدد اللي غادي نضيفو الطرفين متساوية هو العدد ناقص 6. alors on va retrancher moins 6 aux deux membres. نطبقوها، غادي تولي لنا المتساوية ديالنا على هذا الشكل هذا. اذا غادي نقص من هنا ناقص 6، نفس الشيء في الطرف الاخر. لماذا؟ باش ما تغير لياش المتساوية على حساب لا بروبريتي 1. دابا غادي نحسب بشكل عادي ونحسب القيمة ديال x. on va calculer x
وبالتالي غادي يخرج لنا هنا زائد 6 مع ناقص 6 مشات، غادي يبقى لنا اكس بوحدو مزيان هو اللي بغينا، و 11 ناقص 6 غادي تبقى لنا 5. هذا هو الحل ديال المعادلة. باش نتأكدوا بأن فعلا إكس تساوي 5 هو الحل ديال المعادلة لعدد 5، غادي نجي للمعادلة الأولى، غادي ندير 5 زائد 6، شحال غادي تساوي لنا؟ 11، وبالتالي الطرف الأول يساوي الطرف الثاني. المثال الثاني، عندنا المعادلة التالية إكس ناقص 3 تساوي 11. كنظن دابا راكم عرفتوا شنو غادي ديروا. يلا نخلي لكم مهلة ديال التفكير، حاولوا تخرجوها بوحدكم، ديروا بوز ليكرون عاد كملوا. جيد، كنظن انكم عرفتوا النتيجة. اذا اون فا اجوتي 3 او 2 مونبر. علاش؟ لان قلنا خصنا نتخلصوا من هاد ناقص 3، وباش نتخلصوا من ناقص 3 اللي ما كايناش في المنزل ديالها كما سبقنا ذكرنا، نضيف ليها المقابل ديالها. شنو هو المقابل ديال ناقص 3؟ هو زائد 3. غادي تولينا المعادلة ديالنا بالشكل التالي، x ناقص 3 زائد 3 تساوي 11 زائد 3. دابا غادي نحاول نبسطو هاد الكتابة، اون فا كالكولي x، غادي تبقى لنا x تساوي 11 زائد 3، لأن هنا زائد 3 مع ناقص 3 مشاو لينا، 11 زائد 3 كتساوي لنا 14، إذا إكس تساوي 14. إذا نرجع للمعادلة ديالنا الأولى باش نتحقق من هذه النتيجة، إذا 14 ناقص 3 تساوي 11. دائما هذه مرحلة التحقق مهمة جدا باش كنشوف الحل ديالي ديال المعادلة واش صحيح ولا خطأ إذا كنت بوحدي. إذا ننتقل للمثال الثالث، واللي هو أكثر صعوبة من المثالين الأولين رغم أنه هو بسيط. لاحظوا المعادلة، 2x ناقص 3 تساوي x زائد 11. شنو الجديد هنايا؟ هو أننا لقينا في الطرف الثاني x اللي ما شفناش في المثالين الأولين. إذا العملية اللي غادي نقوم بها هو أننا خصنا نردو x للبيت ديالو و 3 للبيت ديالو، كله يرجع للمكان الأصلي الطبيعي ديالو. كي غادي نديرو؟ غادي نمشيو خطوة بخطوة. مثلا نبداو بناقص 3 نتخلصو منه من هذا الطرف باش نردوه للمكان ديالو، هذه سهلة شفناها قبيلة. إذا شنو غادي نديرو؟ نعم صحيح، غادي نضيفو نفس العدد للطرفين اللي هو مقابل ديال ناقص 3 هو 3. صحيح، إذا اون اجوت 3 او 2 مومبر. بما أننا نزيدو هنا 3، حتى هنا غادي نزيدو 3، غادي تصبح لينا المعادلة ديالنا على الشكل التالي. إذا شنو غادي نديرو من بعد؟ غادي نحاول نبسطو ما يمكن تبسيطه، وبعد ذلك نقوم بالعملية الموالية مباشرة. ما هي العملية الموالية؟ هي أننا خصنا نتخلصو من إكس. إذا باش نتخلصو من هاد إكس من هاد الطرف، خصنا نضيفو المقابل ديالو اللي هو صحيح هو ناقص إكس. Alors, on réduit l'expression et on ajoute quoi? Moins x à la réduction de l'expression a moins x a moins x les zdnaha a fou en radin de gona retranché ou la kinsey la gona ajouté c'est la même chose plus moins x. Alors itnan x naqis x tu sawi hna ya 11 zaid 3 atatna 14 ou x مع ناقص x عددا متقابلا غادي يمشيو ليا، وبالتالي إذا بغينا نحسبوا النتيجة النهائية 2x ناقص x شفناها في الدرس الماضي كي كنبداو نحسبوها، تفاحتين ناقص تفاحة غتبقى لنا تفاحة واحدة هي x تساوي هنا تمشي ليا ناقص x مع x غادي تبقى ليا فقط 14. إذا ننتقلوا الآن لا بروبريتي نيمورو 2. بروبريتي 2 règle de multiplication et de division. On peut multiplier ou diviser les deux membres d'une équation par un même nombre non nul. يمكن نقسمو نضربو او نقسمو les deux membres طرفين ديال المعادلة ديالنا نفس العدد الغير منعدم. غير المنعدم.
soit ABK, trois nombres ou expressions non nulles. إذا كما شفنا في الجمع والطرح غادي نشوفو في الضرب والقسمة. إذا كانت عندنا المتساوية ديالك A تساوي B، إذا ضربت في نفس العدد كتبقى لي المتساوية ديالي صحيحة، وإذا كانت المتساوية A تساوي B قسمت على نفس العدد اللي هو هنا في هذه الحالة ك A على ك تساوي B على ك، دائما المتساوية كتبقى صحيحة. Cette propriété permet de résoudre des équations du type A fois X est égal B. إذا هذا النوع الثاني من المعادلات، إذا كانت عندي AX تساوي B ممكن نحلها بهذه الطريقة هذه، إما نضرب أو لا ندير عمليات القسمة. نبدأ بالمثال الأول، لاحظوا المعادلة التالية، يعني 8 في X تساوي 32. العملية المقابلة للضرب هي القسمة، دائما فكروا في هذه القضية هذه من ينبغي نحلوا المعادلة. عندي هنايا اكس وما عنديش هنايا اكس، اذا خصني نتخلص من هذا العدد 8. اذا كي غادي ندير نتخلص منه قلنا بالعمليه المقابله للضرب اللي هي القسمه، اذا خصنا نقسمه على نفس العدد هو 8. تولي لنا المعادله على الشكل التالي، 8 اكس مقسومة على 8 تساوي 32 على 8. هنايا عندي 8، 8 غادي يمشيو بجوج اختزل بهم، غتبقى لنا 32 على 8 تساوي نحسبهم، اذا هنا تبقى لنا اكس وهنا غادي تبقى لنا 4. غادي نعوض اكس ب4 في المعادله الاولى باش نتحقق من الصحه ديال المعادله، اذا 8 في 4 تساوي 32، اذا 4 هو حل لهذه المعادله. اذا نبداو بالمثال الثاني، لاحظوا المعادله التاليه، عندنا اكس على ناقص 3 تساوي 2. هنا كنلاحظوا بأن x مقسومة على ناقص 3، إذا خصنا نقوم بالعملية المقابلة للقسمة اللي هي الضرب. فين غادي نضربو؟ غادي نضربو في ناقص 3 بطبيعة الحال. On multiplie par moins 3 les deux membres. إذا كتولي لنا المعادلة ديالنا على الشكل التالي، هنا غادي ندور أقواس، علاش؟ باش متلاقناش الضرب مع الطرح. إذا نبسطو هادشي، تمشي لنا ناقص 3 مع ناقص 3، ودي تبقى لنا 2 في ناقص 3 نحسبوها. إذا النتيجة النهائية هي x تساوي ناقص 6، وغادي نحاولو نعوضو هنايا، ناقص 6 على ناقص 3 عدد سالب على عدد سالب كيعطينا عدد موجب اللي هو كيساوي لنا 2، وبالتالي المعادلة ديالنا صحيحة والحل اللي لقيناه صحيح. المثال الثالث، لاحظوا المعادلة التالية، 4 على 3 x تساوي 5. إذا العملية اللي غادي نقوم بها هو أننا خصنا نتخلصوا من العدد 4 على 3. باش نتخلصوا من أي عدد كسري دائما شفنا من قبل بأننا خصنا نضربوه في المقلوب ديالو. شنو هو المقلوب ديال 4 على 3؟ هو فعلا 3 على 4. Alors on multiplie par l'inverse 3 sur 4. هاد l'inverse 3 sur 4 هو المقلوب ديال العدد 4 على 3. لي دو مومبر، ما نساوش دائما الطرفين معا. لماذا؟ باش نتخلصوا قلنا من هاد العدد اللي كاين مع اكس ما موجودش في البيت ديالو كما سبق لنا ان ذكرنا. اذا المعادله ديالنا غادي تولي على الشكل التالي، اذا 3 على 4 في 4 على 3 اكس تساوي 5 في 3 على 4. غادي نحاولو نبسطو، 3 على 4 في 4 على 3 كتساوي لنا 1، اذا 1 في اكس غادي يبقى لنا دائما اكس. اذا 5 في 3 15 على 4، وهذا هو الحل ديال المعادله ديالنا. اذا جينا عوضنا باش نتحققو في المعادله ديالنا الاولى، غادي نحيدو اكس وغادي نعوضوها ب 15 على 4 اللي قلنا هو 1. 15 على 4 عندي 4 في المقام و 4 في البسط، غادي يمشيو نختزل بهم، غتبقى لي 15 على 3. 15 على 3 اختزال ديالها غادي يعطينا 5، اذا 5 تساوي 5، وبالتالي المعادله ديالنا صحيحه. اذا في الاخير نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. غادي نخلي لكم بعض الامثله اللي تحاولوا تخرجوهم قبل ما نعطيكم التصحيح ديالهم. اذا الامثله هي كالتالي، هيا
قدامكم، عندكم 8 ديال الأمثلة مختلفين في درجات الصعوبة، ولكن نتمنى أنكم ما تلقاو فيهم أي صعوبة وتجاوبوا عليهم صحيح. وما تنساوش بأن الطرف الأول خصنا يكون عندنا فيه فقط لي زيكس، الطرف الثاني نخليوه لباقي الأعداد النسبية. في النهاية أشكركم على حسن تتبعكم، وإلى تصحيح هذه الأمثلة مع الفقرة الموالية لهذا الدرس. السلام عليكم.